معدل الاساليب لنجي ان اتواصل مع الاخرين. اذا لابد ان يكون لدي مرونه في التغيير. التغيير احيانا يسمح مرونه. لاحظ عندما تكون انت تستخدم اسلوب واحد فقط في الكتابه. ما الذي يحصل للذين يقرؤون كتابته؟ سيحفظون اسلوبه. ولذلك يجب ان يكون لديك اساليب وطرق متغيره ومتعدده. احكي لكم.
لدينا فعلا قدرة على التغيير، نغير أنماطنا وأساليبنا. لذلك علم أن نتخلص من اتجاه الليلة ونورة والسمكة وليلة. احترامية تتابع من شغلية ضمن الغاية العقلية. العقل والجنس كل منهما يؤثر في الآخر. هذا النظام يسمى نظام سبرناتي. نظام العقل والجنس اكتبه بجانبه نظام سبرناتي. فالعقل حقيقة يؤثر في الجنس. ولذلك يجب أن ننتبه نحن كيف ندير أجسادنا. هناك مقولة تقول بأن ما يحصل في أجسادنا وإدارتها هي عبارة عن انعكاس ما يحصل في عقولنا. فنحن كيف ندير عقولنا؟ تبغون نجرب؟ شو رايكم نجرب؟